السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من لعبة هاوس فليبر. طبعا هذا يعتبر الجزء الثالث من البيت اللي قاعدين نشتغل عليه، غالبا راح يكون الجزء الثالث والأخير. شكرا لتعليقاتكم في المقطع الأخير للعبة هذه، انكم عجبكم التصميم حق البيت كامل الا الكنب، تقولون مو بحلو لانه ما يطابق اللون، لان الكنب لونه مو هو بنفس الشيء. ما اتوقع انه عادي، يعني تقولون الكنب لونه سكري مو ابيض، وانا صراحة اشوف انه ابيض، ف مشوا انتوا سلكولي معي. طيب فيعطيكم العافيه التقييمات، تقييمكم المطبخ كان مره خرافي، تقييمكم لغرفه الطعام هذه او جلسه اللي طاوله الطعام خلونا نسميها، برضو تقييمكم للصاله كان يعني كويس وانبسطتوا فيها، لكن في شيء من الاشياء تقولون الباب هذا قفله، ما اتوقع اني اقدر اقفله، لان لو ابيعه اجي لحظه اقدر ابني، ما اتوقع اقدر ابني. طيب اقدر ابني هذا مثلا، يب ما اتوقع اني اقدر ابني لان هذا من الجدار الخارجي للبيت، ما اقدر اعدل في الجدران الخارجية للبيت، اقدر اعدل في الجدران الداخلية بس، يعني اقدر اكسر هذا وهذا وهذا، لكن اللي يطلع على برا ما اقدر اكسره. فخلونا الحين نرجع للدور ونركب الباب اللي كان راكب، اتوقع ان هذا غامق يكون احلى صح؟ والله يعني ما ادري، اي اوكي اتوقع انه لا باس، يعني طلع كويس شوي يعني. اوكي حلوين، هذه الغرفة برضو انبسطتوا فيها عجبتكم، في ناس يقولون نحط لمبات في السيب، نحتاج لما اي الباب برضو البيبان تقولون نغير البيبان حقت البيت كاملة، لأنه ما ينفع كذا، فقاعدين نحاول نغير البيبان ويقلع أم اللاق اللي قاعد يجي جاي لاق مو بصاح. أتوقع البيبان داخل البيت راح نخليها لونها أبيض، أو هذا لا هذا خارجي راح نخليها أبيض، نشوف الشكل برضه في الأبيض كيف. طيب الباب المفروض يكون كذا، أوكي غيرنا البيبان كاملة، تشوفون كيف طلع شكل أحلى بكثير. طيب اللون هذا سيلفر شي صح، سيلفر جليسر صح، والله ما أدري، خلونا نتأكد يا رب إنه يطلع نفس اللون، لأني ما أي وين راح، لاني ما ذكر وش اللون اللي صبغنا فيه اخر مره، نفسه صح؟ ياب اوكي نفس اللون. طيب خلونا نحط لمبات في السيب، لان اتوقع السيب يبغى له شويه لمبات، اتوقع بنحط زي هذه بعد واحده هنا مثلا، بس ما راح نكثر لمبات هنا. اوكي كذا طلع الشكل احسن بكثير، ما ادري ليه في دروبات ما هي بصاحيه في اللعبه، شوف اللعبه قاعده تعلق مره، اتوقع من الاضاءه لو نطفي اللمبات بيفرق. برضه خلونا نشوف شكل المطبخ حقنا بدون لمبات. اوكي هو طفت كلها. اي والله شوف زادت الفريمات مره، فريمات زادت الحين 41 52، لكن لو نشغل لمبات خلونا نشوف كم تصير 33. اوكي اللمبات تاثر بشكل كبير على الفريمات. طيب نجي للغرفه هذه، الغرفه هذه جاء عليها اراء كثيره واقتراحات مره كثيره، فما ادري صراحه وش اللي اسويه، لكن اتوقع في شيء ممكن اسويه. طيب خلوني اقول لكم الاقتراحات. الاقتراح الاول ناس يقولون حط ورشه هنا، وحط مثلا عده صيانه للسياره، وحط لك سياره. ما اتوقع اني اقدر اشتري سياره للامانه، ولا كان شريت، ما في سياره كار، هذا بوستر صوره، ما اتوقع. وفي ناس برضو قالوا لي سوي سينما، بس ما اتوقع اني راح اسوي سينما، ليش؟ لان في عندنا سينما تحت هنا، او خلونا نسميها صاله العاب، او لان في شاشه، في قاعده، في مثلا العاب، في مدري ايش، فما اتوقع اني راح اسوي سينما هنا. الشيء الثالث ناس يقولون سو نادي رياضي او جيم، اتوقع ان هذا الشيء اللي راح نسويه هنا، نادي رياضي او جيم. اولا خلونا نبدا بفكره معينه في بالي، ما ادري صراحه اذا بنقدر نضبطها ولا لا، خلونا نشوف. لا هذه المرايه صغيره، كنت اتمنى مرايه اكبر من هذه، عشان تعرفون الجيم لازم يكون في مجموعه مرايه جنب بعض، يعني الواحد يقدر يطالع في عضلاته وعظمه، اصلا ما في لا عضلات ولا شيء. فاتوقع اني ما اقدر صراحه اسوي شو يسمونه ذا، ما اقدر احط مرايه كبيره يعني نفس مرايه الجيم، فاتوقع اني راح اصبغ صبغه عادي. خلونا ننظف الشبابيك برضو، هذا ما اقدر ابيعه ولا اقدر يعني ابني مكان جدار او شيء، اقدر ابني جدار من هنا مثلا، خلوني اوريكم بس كيف كذا الجدار مثلا، بس دقيقه فوق كيف اقدر، شوف ما اقدر ابني في النص لان في حديد تشوفون، واتوقع اني راح اخليه كذا، ما راح نحط جدار ولا شيء، لان مثلا اللي يبغى يتمرن يبغى يقعد يتفرج في الشارع، او يبغى ياخذ هواء، او يبغى يعني يبرد شوي وهو يتمرن. طيب بالنسبة للجيم يا جماعة الخير، أول شيء خلونا نتأكد أو وش نحط الصبغ مثلا، صراحة ماني عارف ايش الصبغ اللي راح نحطه، بس غالبا بيكون لون أبيض فاتح، لأن الجيم يكون فيه لون أبيض فاتح. أوكي خلصنا الصبغ، الحين تحسون إن اللون عادي وكذا، بس ما عليه بنركب لمبات. طبعا جتني مهارة قبل شوي إني أستخدم أقل من الصبغ ونصبغ. اللمبات اللي راح نركبها اللمبات حقتنا المعتادة، لأنها أتوقع أنها أفضل استخدام لها في الجيم. فخلونا نركب اللمبات ونرتبها صح. اوكي شايفين الشكل كيف راح يكون، بيطلع الشكل مره رهيب، اتمنى اني اقدر ابيع هذا لانه مره مخرب علينا الشكل، مو معطيني فرص كثير اني اقدر اشتغل صح. هنا راح نركب مكيف، لكن خلونا نغير الارضيه، لان ارضيات الجيم غالبا تكون خشب، بس خشب لونه فاتح. مثلا خلونا نروح عند مو وول، انا ليش ضغطت وول، فلور،
روح انت فلور بعدين روح فلور بانلز، ممكن هذا يطلع حلو. خلونا نجربه ونشوف شكله كيف، اذا ما عجبنا عادي نقدر نغيره. شوف هنا كيف، ممكن والله ممكن، لان الوان الجيم تقريبا زي كذا. خلونا نحط برا هنا برضه، ايش رايكم الوان الجيم زي كذا صح؟ يب اتوقع انه بيطلع حلو. انا عاجبني صراحه اللون هذا. طيب يبغالنا الحين ندرس المنطقة صح عشان نشوف وش الأدوات اللي ممكن نستخدمها في الجيم. خلونا نطفي اللمبات لأنها مرة تسوي لاج مو بصاحي. الأدوات اللي يبغونها في الجيم وشي مثلا أولا خلونا نشوف الدراجة أو السير أو هذا، بس ما أدري وين الأشياء. نكتب جيم مثلا، يب المفروض طلع. طيب نشوف الدراجة أو لحظة ليكم ما فيه. طيب بنحط الجهاز هذا هنا، لحظة ليه ما أقدر أحطه؟ لا تقول لي لازم برا، تكفى. I cannot leave this inside. أما برا ادوات الجيم ما في جيم. اوت دور ما نبغى اوت دور، نبغى اندور. يا جماعه جبنا العيد، اغراض الجيم هذه كلها اوت دور، يعني كلها تنحط جوا. شوف مثلا هذا ما اقدر احط. يا اخي ايش دخلكم؟ غالبا ما ادري صراحه ايش بسوي هنا، لاني تورطت. كنت مخطط اني راح احط جيم، بس الجيم ما يجي الا برا، فبنسحب المكان هذا حاليا. بننزل تحت المنطقه هذه اي ابغى انزل تحت. قلنا شوف الاستهبال، نقفل وانا هنا. اوكي المنطقه هذه في ناس قالوا لي خلها غرفه غسيل هنا، بس يا اخي ما تحسونه غلط انك مثلا تبغى تنزل السينما اللي تحت شوي تمر على غرفه غسيل؟ ممكن نسويها، بس ممكن نقفل المنطقه هذه ويصير غرفه غسيل مقفله يعني. اوكي ممكن نسوي كذا، بس يبغانا نحسبها صح، كيف راح تكون غرفه الغسيل، وهل الممر بيكون ضيق من هنا ولا كيف؟ طيب سويت جدران تقريبا لغرفه الغسيل، خلونا نقلب الباب كذا ونحطه هنا. مثلا تنزل من فوق تروح يمين تدخل للسينما حقنا، بس هنا غرفة غسيل، راح نقفل من فوق. للأمانة غلط شكله انه يكون جنب سينما، لان تخيل مشغل غسالة وعندك ضيوف والغسالة مزعجة ولا النشافة تقعد تصقع بالملابس، يعني تحس شكله غلط مرة، بس عاد نبغى نستغل المنطقة هذه بأي شيء صراحة. اللون اللي ابغى اصبغ فيه الـ هنا اتوقع اني راح اخليه زي هذا، بس للأمانة ما اعرف وش هو هذا، ما ادري هل هو بني هل هو ماني عارف. فالحل الوحيد اني اجرب كل الألوان لين يطلع معي اللون. خلوني لا هذا جرين، ما نبغى جرين، يمكننا كاكاو صح؟ لا والله ما اتوقع، هذا فاتح شوي. لا اوكي نقدر نصبغ كاكاو هنا، وش رايكم؟ ايش ذا النور؟ نور الشوايل هنا. اي والله شوف هنا. اوكي مو شرط نصبغ نفس اللون بالضبط، خلونا نجرب كاكاو يا رجال. نصبغ كاكاو هنا، تعال بس. كان اخضر ذا، وش ذا؟ لا والله خايس صح. طيب قبل ما نبدا خلوني اتاكد هذا ايش؟ خلونا نشوف نفس الشيء. لا هذا وش هو؟ اوه بلوك زي البلوكات كذا. دقيقة وين البلوكات ذي؟ اتوقع انها تجي عند فلور تايلز، المفروض انك تلقاها مع ذولي. لحظة لا يكون اللي حاطينه ما راح القاها، او ممكن انها ذي صح؟ اي اتوقع انها هذه. اصبر خلنا نجرب من هنا الى هنا. لا والله غير. هي من وين لكم ذي؟ دقيقة. اوكي ما اتوقع انه راح نلقى نفس هذه، فعشان كذا راح استخدم شيء من عندنا احنا وبكيفهم عاد. خلونا نحط كذا ونجيب هذا من هنا الى هنا. حلوين ضبطنا الحين. انا تعمدت ابدا في الارضيه اول عشان ابغى اتاكد ايش نوع الصبغ اللي يناسب اللون هذا، بس ما ادري صراحه ما ادري. لما نحط ورق جدران تتوقعون بينفع ورق جدران؟ والله ممكن ينفع ورق جدران. هو كذا ايه لا مو بنفسه، لا والله مو نفسه، اغمق شوي. اوكي ممكن يطلع حلو، خلونا نشوف الشكل في الاخير كيف، ايش رايكم؟ مع انه مو مره فرق عن الاول، بس احسه والله ما ادري يا جماعه. اوكي خلصت المنطقه هذه كامله، تشوفون كيف صار لونها. خلونا نطلع عشان نغير جو شوي، بعدين نرجع نشوف اللون صح. اوكي اتوقع انه حلو صح، باقي يبغى له شويه اضاءه بس. خلونا نشوف وش انواع الاضاءه اللي راح نركبها هنا. طيب نجي اللمبات، نروح عند السيلينج لايتس. ما ادري صراحه وش اللمبات الكويسه، ممكن نجرب هذه. خلونا نجرب ذي مثلا، نحط هنا مثلا، نحط هنا ثلاثه. ايش فيني قاعد ادور انا دخت؟ واحد اثنتين. اي وين راحوا؟ اي اشوى، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هذول ثلاثة هنا، وهنا نحط مثلا واحدة ثنتين ثلاثة أربعة. أربعة لما وين الزر حقهم؟ ألو وين الزر؟ اوكي ما في زر هنا، خلونا نركب لهم زر. مثلا الزر يكون فوق، في زر فوق ما شاء الله على الهبالة. نشغل الزر. هلا والله. تحت يبغى لهم زر ثاني، اوكي مو مشكلة. طيب الزر الثاني مثلا، لأنك أول ما تنزل من الدرج يبغى تبغى تشوف الطريق يعني. شغل لمبات هنا. هلا والله والله طلع شكله مره رهيب، ايش رايكم؟ قسم بالله الشكل خرافي يا جماعه. طيب نجي لغرفه الغسيل. غرفه الغسيل للامانه اصلا في غساله ملابس لوندري، ما في غساله ما شاء الله. طيب نرجع لل وش اسمها ذيك اكويبمنت. يب اكويبمنت، المفروض يكون في غساله هنا.
اذا ما في غساله ترى بحط فرن بسوي نفسي ان غساله يعني. غساله ما في غساله كمامي. اوكي يا جماعه هذه الغساله حقتنا. ما في غساله ايش اسوي؟ ما في الا فرن. طيب الحمام وغرفه الغسيل هذه راح تبقى بالشكل هذا. دقيقه في شيء قبل شوي شفته، سله غسيل لاندري باسكت. يب ويكو لاندري كلها باسكت باسكت. اوكي خلونا نشوف لاندري باسكت هذه حقت غسيل مثلا، نقطها هنا سلة غسيل ذي عشان تغسل ملابسك. نحط أكثر من واحدة مثلا، نحط ثنتين، نشوف لنا نوع ثاني من الباسكت. نقول خلونا نشوف باسكت كذا، هذه برضو حقت غسيل لاندري لاندري كلهم. يب كلهم لاندري. شلون ألف لهم لون كذا يا رجال، حطه هنا برضو لن تعرف الرجال ملابسه واجد. طيب حلوين. الحين لمبات الحمام، لمبات الحمام إيش راح تكون اللمبات يا جماعة الخير؟ طيب نروح عند سيلينج. لمبات السيلينج يا اخي ما هي بكثيره يا اخي، المفروض يكثرون اللمبات، ما في الا لمبات خايسه صراحه ما عندنا الا ذي. فبنحط ثلاثه بس، هنا واحده هنا ثنتين هنا ثلاثه، نركب لهم زر برضو. حلوين شوفوا كيف. اوكي طلع الشكل احلى. باقي نغير الجدران، نغير الارضيه. الارضيه مقبوله لكن برضو ممكن نغيرها عشان نخليها مقبوله اكثر او شكلها احلى بكثير. طيب الارضيه ممكن نحط هذا، نبدا نشوف الشكل كيف راح يطلع معنا. ايش رايكم؟ والله الشكل رهيب قسم بالله، الشكل جامد يا جماعه. اوكي بنبقى بالشكل هذا، لكن الجدران ايش راح نخليها؟ نخليها وول بانلز ممكن. خلونا نجرب ذا مثلا. شوف تعرف يعني مكان غسيل لازم يكون فيه ورق جدران امواج وما ادري ايش يعني، عشان تعرف انه ترى في مويه هنا. والله يعني شوف هو مو مره كويس، بس انه دقيقه اللمبه ذي ما هي في النص. لحظه اوكي كذا كلهم في النص صح. يب طيب لا ما ادري احس مو بحلو. لا خلونا نغيره. اوكي خلصت غرفه الغسيل بس اللون الله يعني ما ادري. شوفوا ايش رايكم بالله، كانك داخل مسلخ حق غنم كذا المسالخ ترى. طيب ما ادري في اشياء ثانيه اقدر اضيفها، خلونا نشوف اذر. ما اعرف صراحه، ممكن عداد للحراره نعلق الجدار هنا يعني عشان تعرف غسيلك كم حرارته، مع انه ما له دخل هذا حق سونا اتوقع. برضو وش نركب؟ ما ادري صراحه ما عاد في شيء. نحط بوكس تقط فيه شراريبك، تحط فيه اي شيء. هذا جدول الغسيل يعني تبغى تقول لهم انه ترى الغسيل عليك بكره مدري ايش، تكتبون هنا الجدول على من. هذه مناشف نحطها كذا في الارض يعني، ما تدري يمكن واحد حط ملابسه هنا ويبغى يطلع بس ما عنده ملابس، ما يطلع عريان يتغطى بالمنشف الله لا يهينه. طيب اتوقع ان غرفه الغسيل علق الجهاز. اوكي اتوقع غرفه الغسيل كذا، ما اتوقع اني بزيد فيها اي شيء. خلونا نروح نعدل الاشياء اللي هنا. هذه المنطقه صراحه ماني عارف ايش راح اسوي فيها، بس ممكن نحط فرشه من هنا الى هنا. خلوني اشوف ايش انواع الرجز اللي عندنا. لا مو وولز، فلور رجز. ما عندنا الاشياء عاديه، فغالبا راح نستخدم ذي ممكن. بس المشكله ان الارضيه غامقه والفرشه غامقه، كل شيء غامق في الحياه. والله يعني شوف خايسه صراحه، بس انه والله ما ادري. طيب نحط هنا مثلا رجز ثاني، بس مو ويلكم ولا شيء، لا رجز كذا حقت حمامات. هذه مثلا عشان تمسح رجلك وانت داخل وانت طالع عشان ما تخرب على الناس السينما. اوكي تقريبا خلصت المنطقة اللي تحت، خلونا نشوف الحين مع بعض. اول ما تنزل طبعا اضفت لمبات زيادة، خلونا نقفل الباب. اضفت اللمبات هذه على الحواف عشان تعطي شكل احلى، لان اللمبات اللي فوق ما كانت تنور مرة كويس يعني. فتنزل عندك اللمبات هذه، عندك الارضية، حطيت فرشة هنا وفرشة هنا، وتلف تلقى الصورة هذه. طبعا لقيتها صورة على السريع، المفروض اني احط صورة هنا برضو لان المنطقة هذه مرة فاضية، بس اتوقع انه لا بأس. المنطقة هذه اتوقع اني راح اخليها كذا، ما راح اضيف فيها اي شيء. نجي للمنطقة هذه اللي الحين ما اشتغلنا عليها. في ناس كثير قالوا لي خل هذولي، ناس كثير قالوا لي خل هذولي، هلا والله بالراب. طيب زبدة يقول لك خل هذه الأشياء كذا يعني تعطي شكل أحلى، ترتيب متدرج أو ما أدري إيش يسمونه الزبدة كذا تطلع. بس أتوقع أن هذا يبغى له ينزل شوي تحت. أوكي ممكن كذا شكلها طلع أحلى من قبل شيء، كانت ترتيب واحد الحين ترتيب حقه منوع. يبغى لنا نحط لمبة على اللوحة ذي، اللمبة اللي هي سكونز أتوقع. نحط هذه مثلا أسود في أسود، نشوف اذا تكفي. تقريبا تكفي، خلونا نرفعها شوي. اوكي اوكي لا بس ما هي في النص صح؟ يب ما هي في النص. اوكي المنطقه هذه كثير قالوا لي لا تغير فيها اي شيء لانها مره كويسه، فاتوقع اني ما راح اغير فيها اي شيء الا اني ابعد هذه يسار. اللي يبغى يلعب والله لهنا يجي عند الزحمه ذي، اجيب الكنبه هذا هنا عشان يكون في النص، لانه مو هو في النص. انا صراحه ما اتحمل اني اشوف شيء مو هو في النص، فما اقدر. فعشان كذا حطينا في النص، واتوقع انه كويس. خلونا نجيب هذه برضو هنا شوي. كذا احسن بكثير من ما كان عليه يعني اول. اتوقع ان كل شيء تمام في الغرفه هذه، ما راح نغير اي شيء. الحمام زي ما قلنا لكم اخر مره مره كويس، ما يبغى له تعديلات ولا يبغى له اي شيء. المنطقه هذه عدلنا عليها اشياء مره كثير. الحمام او منطقه الغسيل اللي فيها فرن اللي على اساس انه غساله كويس لا باس فيه.
اتوقع ان خلصنا كذا، باقي المنطقه هذه بس، ايش راح نسوي فيها والله ماني عارف. طيب يا جماعه قاعد اسوي شيء هنا ما ادري صراحه اذا بيعجبكم اصلا ولا لا، لكن قاعد احاول اسوي سينما بس ما في كنب كويس، لان لو تدخل كل كنب نفس الاحجام ما في شيء صغير شيء كبير شيء ما ادري ايش، فغالبا راح نحط الشيء هذا عشان نعبي المكان، يعني ما ندري وش نحط اساسا، فاتوقع ان راح نخلي الشيء هذا كذا. نجي عند بروجيكتر، يب بروجيكتر هذا اللي تحت. اقدر اعلق طيب في السقف ولا ما يجي؟ لو اقدر ما اقدر اعلق في السقف. طيب كيف اقطه في الارض؟ اوكي شباب البروجيكتر في الارض، ها اذا تبوني يعني شغلوا الله يهينكم، ما اقدر اشغله. طيب اتوقع ان الغرفه دي راح تبقى كذا للاسف، يعني ما في اي خيارات ثانيه، راح نسلك بالشيء هذا لان خلصت الخيارات عندنا. نقدر نخليه غرفه نوم، بس هذا البيت زي ما قلنا هو بيت شخص واحد، ينادي اخوياي يعزم الناس عنده وكذا. هذه اللي ورا ممكن تخرب فبنشيلها، نجيب هذه نرجعها هنا، ونجيب هذول نرجعهم ورا شوي بعد. اتوقع ان هذا افضل شيء نقدر نطلع فيه حاليا صراحه يعني. فقولوا لي ايش رايكم في الغرفه هذه، صراحه انا اقيمها 3/10 يا رجل. الغرف اللي تحت او السيب اللي سويناه، الاضاءات هذه اللي سويناها قيموها، غرفه الغسيل برضو قيموها، اكتبوا لي كل شيء تحت في التعليقات. الحين خلونا نروح نبيع البيت، واتمنى انه يطلع بسعر مره كويس لان صراحه تعبت فيه، قعدنا 3 اجزاء، متخيلين ان قعدنا 3 اجزاء نصلح البيت؟ ليش في اكثر من زر هنا؟ ماني عارف. نبيع هذا. فقولوا لي تقييمكم بشكل عام للبيت كامل. فخلونا الحين نقول بسم الله. او في وصاخه هناك، دقيقه بس، وصاخه برا، في وصاخه برا. طبعا الحديقه ما راح نشتغل عليها للامانه يعني لانها شغله طويله. خلونا ننظف الاشياء دي. اوكي نظفت المنطقه اللي برا، الحين نقول انتر. طيب سميت جاردن فور كونتست، نجرب الكونتست يعني ان لا ما سوينا جاردن احنا فما يحتاج كونتست، على طول نحط البيت في المزاد. جو تو ذا جاردن كومبيتيشن، لا على طول نبغى مزاد يا طويل العمر. طيب بسم الله خلونا نبدا. احنا بكم شريناه؟ هاوس برايس 174، اول اوريدي بدينا اوف والله مكسب مره رهيب. خسرنا على البيت 11000 و1300 كصبغ ما صبغ الاشياء ذي. 263 يا ذا جايب عائله كامله يا الحبيب، ما في غرفه نوم واحده متاكد؟ there is no big family room، يا متخلف، في غرفه سينما في مدري ايش. طيب هذا اللي فاز خلاص. اوكي ايش تبغى؟ ابغى اوكي نقدر نقول نيغوشيشن، خلونا نقول له والله يا طول العمر انه يعني نزيد 15000، احنا مكسبنا 82000، نقدر نوصلها 100، خلونا نزيد 20000 مثلا، تكفى انك توافق. كيف اقول له اوكي؟ اوكي يا طويل العمر يا رب اني وافق. Your offers to I can sell this. Good. اوه قبل بعنا البيت 102 تقريبا 103000، يقلع ام المكسب الجامد يا جماعه. هلا هلا خلاص بيع 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 قبلنا. هلا والله تعبنا 3 اجزاء ما راح على الفاضي، الحمد لله انجزنا وصممنا تصميم مره رهيب. فيعطيكم العافيه على اقتراحاتكم، يعطيكم العافيه على الدعم في السلسله هذه. اكتبوا لي تقييمكم للبيت هذا تحت في التعليقات. بس هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم. We'll be right back.